سعيدون جدا باستقبال إحدى الشحنات من معينات العمل وواقيات العدوى من أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشكر سعادة السفير وطاقم السفارة، ونشكر أيضا قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركتهم لنا معينات نحتاجها بشدة لحماية الكادر الصحي السوداني، الكادر الصحي الذي يقوم بعمله في ظروف سيئة للغاية. إن وقاية الكادر الصحي ليست فقط واجب على الدولة، ولكن هو أيضا من المنطق بأن الداء الفيروس الكوفيد أو الكورونا لا يمكن حماية الشعب السوداني منه إلا بكادر صحي مؤمن من كل أنواع الانتهاكات وكل أنواع العدوى. وهو هذا الكادر الصحي هو الخط الأول للوقاية والخط الأخير أيضا للعلاج لهذا المرض. نتمنى كل الخير للشعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. نتمنى أن يجنب الله شعبينا هذا الوباء، ويجنبنا أيضا كل الكوارث الأخرى المتعلقة به أو مع بالمرض. ونتمنى أيضا أن يستمر التعاون بين البلدين الشقيقين لدعم ما يطالب به شعوبنا من أمان ورخاء وحماية من الأمراض. ومرة أخرى نشكر دولة وشعب الإمارات العربية المتحدة، وليس غريبا عليهم أن يشاركوننا ما لديهم من ألبسة واقية، والمرض نفسه ينتشر في بلادهم كما ينتشر في بقية العالم، فهم كرماء بأصلهم وكرماء في نجدتهم لأشقائهم في كل أنحاء العالم. تشرفت هذا المساء أن أكون ومعالي أكرم التوم وزير الصحة، وكذلك الأخوة الكرام أعضاء لجنة الطوارئ الصحية في السودان، أن نكون في استقبال هذه الرحلة التي تقل المساعدات أو المستلزمات الطبية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. هذا الوباء الذي بالتأكيد تضررت منه جميع دول العالم، الأشقاء في السودان بالتأكيد بأنهم تضرروا، ومثل ما تحدث معالي الوزير بأن هناك معاناة حقيقية للجنود المجهولين ومن سمتهم الدول الصف الأول، وهم الأطباء والأطقم الطبية، ولكن أيضا بجهود مثل هذه الجهود التي فيها التآخي وفيها التآزر والتلاحم والتعاضد بتأكيد ستعطي إن شاء الله هذه الجهود أكلها. يمكن مع الوزير استذكر في هذه اللحظة بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان من القادة الذين حرصوا وشد الحرص على متابعة تطورات هذه الأزمة العالمية، وكان سموه الكريم في تواصل مستمر مع قادة دول العالم ومنهم قادة السودان. ولهذا المساعدات الإماراتية في هذه المرحلة تأتي لدول كثيرة، لأن بالتآخي وبالتعاضد وبالتعاون المطلوب بين الشقيق وشقيقة وبين الصديق وصديقة بالتأكيد نحن قادرون جميعا إن شاء الله كمجتمع واحد مترابط إن شاء الله إلى اجتياز هذه الأزمة الكبيرة. يمكن يحدثني بعض الأخوة بأن ليس فقط هذه المستلزمات يمكن في هذه المرحلة تصل للأشقاء في السودان الذين بالتأكيد هم في مرحلة انتقالية صعبة، أيضا في ميناء بور سودان هناك 130 طن من الأدوية إن شاء الله في طريقها إلى الوصول إلى الولايات السودانية. أحيي السودان وقادتها ورجالها، ونحيي هذا الرجل وزير الصحة وأيضا فريقه وأيضا الطيران المدني على جهودهم الجبارة في هذه المرحلة.